الحقيقة يعني دي طفرة جديدة، واحنا بنشكر يعني السيادة النقيب ونشكر مجلس الشعب اللي هو وافق لنا على قانوننا المهذب الجديد اللي خلق لنا ثوب جديد في بتواكب العصر وبتواكب الأحداث. وان الأكاديمية دي يعني ده كانت عندنا زمان حلم في معهد المحاماة، يمكن زمان في الفترة الأخيرة دي فعلنا فعلا معهد المحاماة، لكن كان ولابد من الأكاديمية، لأن الأكاديمية دي هي بتبقى حصن المحامي. أنا ببقى مستعد عشان أبقى محامي لازم مؤهل، إحنا مش أقل من فئات تانية ولا بنقلل من شأنها، ولكن في معهد للدراسات القضائية وفي معاهد كتيرة للهيئات القضائية، وإحنا جزء من الهيئات القضائية، المفروض إن إحنا يبنى أكاديمية متخصصة بتهذب المحامي اللي هو عنده حب واستعداد ان هو يبقى محامي ومحامي مجتهد ومحامي فعلا بارع. لابد من الأكاديمية، لكن هي انا ما باش خريج حقوق كله، مع احترامي لكل الخريجين وابنائنا الشباب، لكن مش كله بقى يصب في نقابة المحامين، لا، لازم انا يبقى عندي استعداد نفسي ومعنوي ومادي ازاي ان انا ادخل مجال زي مجال المحاماة الشامخة، وبص ان انا حصل على صنص اطلع الكارنيه واخش النقابة وابقى محامي، لا اتدربت ولا اتعلمت ولا توجهت ولا غيره. خاصة في الايام القليلة الماضية كانت برضو حصلت اختلاط شديد جدا وما بقت زي زمان، يعني احنا تتلمزنا على اساتذة كبار، اساتذتنا الكبار، وعرفنا المحاماة وعرفنا التوجيه وعرفنا اسلوبنا، انا بنضبط ازاي قدام المحكمة، انا بتعامل ازاي مع ضابط الشرطة، انا بتعامل ازاي مع وكيل النيابة، انا بتعامل ازاي مع موكلي، انا بتعامل ازاي مع مكتبي وانضباط مكتبي وبزيي ولبسي وملبسي، وكل ده كان لازم يبقى فيه شروط او معنى صح تأهيل المحامي عشان يبقى محامي ناجح ومحامي يشق طريقه بالطريق الصحيح. فالحقيقة دي كانت من ضمن الحاجات الجميلة اللي هي يمكن الشباب شايفينها انها شقة شوية، لا، انت لازم تسعى، والمحامي لازم يبقى هو له توجيهه واللي هو من اساتذته من خلال الأكاديمية، لأن المكاتب أصبحت دلوقتي متقدسة من كتر عمل المحامين، ويمكن زمايلنا من الشباب ما مطلع كارنيه شخص يحمل كارنيه وليس محامي معه كارنيه، فإحنا برضو بنقول لا، إحنا عاوزين المحامي اللي هو عنده استعداد. من ضمن الاستعدادات كلها في حاجات لازم المحامي يخش هذا المجال، لان احنا احد جناحي العداله، فاحنا زي ما بيقولوا احنا مشاركين العداله في تطبيقها ونصوصها، فانا لازم ابقى مؤهل فيها، مش احمل كارنيه وابقى انا امتهن مهنه اخرى، لا، انا بقى اخش المحاماه ابقى انا مستعد ان انا مؤهل لمحامي، لكن انا دلوقتي اسيب الباب على مصراعيه زي الفتره السابقه. كل من حصل على لصنص 100 ألف خريج دفعة واحدة يخص يصب في نقابة المحامين، لا، ده طبعا مش صحيح، لأن 100 ألف ما بيشتغلوش محامين، لكن أنا لما يكون عندي استعداد محامين، لا، أنا أخش الأكاديمية وأتوجه صح وأتعلم صح وبعد كده أطلع الكارنيه. هي دي الشروط وهي دي اللي يجب توفرها في المحامي، لكن أنا دلوقتي أسيب الباب على مصراعيه وهي النقابة بتعالج بطالة، لا طبعا، لا، ده احنا بنشارك العدالة، واحنا بنقول بيقال علينا قضاء الواقف، لكن مش معقولة كده ألقى واحد بيمتهن، احنا مقللش من شأن اي مهنة تانية اطلاقا، كل المهن على رأسنا من فوق، لكن احنا مقللش من شأن، لكن بقول في تخصص يا اخوانا. انا رجل محامي ما بباش معايا كارنيه وسايق توك توك، ما يبقاش معايا كارنيه وعندي مشروع استثماري، ما يبقاش معايا كارنيه وشغال شيف، ما ينفعش هذا الكلام، لا، اللي عنده استعداد
انا بقى دي لو كانت في اكاديميه ما كانش حصل معايا ده، ما كنتش حملت الكارنيه وامتهنت مهنه اخرى. لكن انا كده لما انا حريص على المحاماه وبحشك مهنه المحاماه ما عنديش غضاضه لما اخش الاكاديميه ادرس فيها سنه واتنين كمان واؤهل وبعد كده اطلع الكارنيه. حملت الكارنيه اذا اصبحت محامي يحمل كارنيه وليس شخص يحمل كارنيه.